طوفان دالوب قوي يزيغ يهز الأرض يقصقص حبالك الفريج ريح الشمال تجلع شيرك وبيوتك وتكسر بياديفك. لا 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 يا الفريج قوم فز شمر ثيابك ولملم آهاتك وانفض القهر اصرخ من يوفك نهمة واركز الوتد بهمة حتى لو الماء سقي وريح الشمال ضدك لازم يرفرف البيرك فوق سماك. أحسن الله عزاك بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير أبوي. جزاك الله خير. أحسن الله عزاكم. ما قصر. بارك الله فيك. أحسن الله عزاكم. السلام عليكم. عظم الله اجركم. السلام الله عزكم. السلام الله عزكم. عظم الله اجركم. احسنت ابوي. طوبين. طوبين. السلام عليكم. السلام. وقف براسك يا ابو سالم. دوام لله يا ابو شاب. تباني امد لك ايدي بالسلام وانت ايدك تلمد لي بالغدر؟ تبغي تلوي ذراعي يا ابو شهاب؟ اقطعها قبل ما تلويها. حسن الله عزاك. دوام لله. انا ما كان قصدي اجتله، انا اللي دافعت عن عمري. هذا من حقك، لو ما ضار منه كان ضربوك وزخوك. يضربونه يزخونه أهون من الجتل. لا أنا ما اجتلته، هي إلا ضربة واحدة بس. هي بس هالضربة هذه ذبحت الولد والدبرة يا أبو شهاب. شو أسوي؟ أنا أقول سلم عمرك. لا ما بسلم عمري. بعدين أنت لازم توقف وياي يا أبو شهاب، اللي سويت لك إياه مبهين. بعدين أنت اللي طلبت مني أسرق بيت أم صويلح الملثم. لثم؟ انت شاي تسوي هنا؟ اي حق المعترض. اسمع اطلع من مزرعتي احسن لك، ولا بزقر هالفريج الحين وبخلي يوني يزخونك انا بقول ان المعترض قتل سالم وما صور بيعه وانت داويهم في مزرعتك هنا. انت شو تقول؟ انت شو تقول؟ تتخبلت الماص المعترض عليكم به. سموحة يا أبو شاب، هذا المعزب مالنا. شو؟ المعزب؟ هي نعم المعزب، هو اللي مخلصني البارحة من أهل الفريق. اسمع أطلع من مزرعتي ورد من مكان ما جيت. أنا ما عندي مكان أندس فيه، أبغى يجلس هنا المعترض. شو تجلس هنا؟ على كيفك وعلى كيفك. وبعدين منو قال لك أني أنا بخليك تجلس بمزرعتي؟ ما بعلى كيفك. اسمع يا اخو القطو، هذا ترى بعد معزبنا العود ما باك ترفع صوتك عليه، سمعت؟ زين زين، انا ما عندي مكان ياويني ويلس فيه، ابغى يلس هنا وياكم وانتو تعرفون الوصول. خلاص ولا يهمك. شو ولا يهمك؟ جي على كيفك يا السالفة، اشوفك قمت تامر وتنهي ولا كني انا موجود. مشهاب من مصلحتك يكون وياك. اي بس انا هذا ما ابغي عندي في المزرعه. خلى علي انا. وصلنا ما شاء الله.
وين نحن الحين؟ نحن الحين على اطراف البلاد. وين فريجنا؟ هناك شلوه بعيد ودوه. شو اللي هناك شلوه بعيد ودوه؟ شو الرمس اللي مخبق انتو؟ حتى الرمسة ما تعرفون ترمسونه؟ بلا كبروك بعد علمنا الرمسة، احنا ما نعرف نرمس، تعال علمنا الرمسة بعد. احترم نفسك ولا تستغلط علي. انت احترم نفسك، احمد ربك مركبينك على الحمار. اسمع جابلني منه. انت اللي نفسك احترم زين ما زين. هي خيل واستح على وجهك عن ابوه، الحين نحن من نص الدرب والحمار مركبين عليك، المفروض تشكرنا وتقول الحمد لله. بس 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 خلاص خلاص خلاص، حكم علي الزيتوني، ما تسوى علي كلمة هاي. شو بس بس بس، انزل 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 على الحمار، انزل انزل انزل، ما تستاهل تركب فوق الحمار، انزل. بعد تنزلوني فوق الحمار؟ الشرها مو عليكم، الشرها علي انا اللي يا يسكارة. انت صد منه الحين، انت اللي وياك جايين ولا نحن اللي وياك صرنا؟ ها صدق انك ما تستحي. خل مسعود، اصلا مش حقه سموه بروك بقرون، علشان ثور نقوح نقوح. هي هي هي. اسمع، انا مستعد اخليك تجلس هني ويا المعترض، بس بشروطي. انا اللي بشرط عليك ما بنت. بس عاد ايش بلاك انت؟ تراك مسخيته على ابوه طلابه تشرط. اقول اترك عنك الخقه واسمع الكلام. ما عاش اللي يقول لي هالكلام هذا. يا قوت المعترض. بس كم عاد انت ريال ما بسقرتي وما تعرف الاصول، هني تسمع الكلام وبس. لازم تعرف ان نحن نشتغل عنده وما نتحرك الا بشوره وامره، ولازم تفهم عدل ان ابو شهاب مثلنا يمشي في نفس طريقنا. شو ايش تقول انت؟ ايش تقول؟ صدق انك ما تستحي ولا تخيل على وجهك. خلاص يا ابو شهاب تفضل قول اللي عندك. اول شيء ابغي اعرف منو هذا وشو سالفته. لا نفذ. لا يرجع يعله. ما رجع كان زين ما يرجع، علشان افتك منه ويا ريت افتك منك بعد. انت احد بيتوهق غيرك. اسمعوا، هالاسبوع هذا كله ما ابغي حد يتحرك من هالمكان ولا ابغي حد يسمع حسكم. وين بنطلع؟ انطلعنا بيزخونا، قول بنتم في هالمكان شهر. إيه الله يكون في عون ابو سالم عقب وفاة المرحوم ولده، حالته ما تسر يا جماعة. الشاي يا ابو احمد. احسنت يا عبد الرحيم، الله يرحمك يا سالم، كان ريال ولا كل الريايل. بس صدق ابو سالم يوم قال بتتريون انتوا لين ما يجون جتلوكم واحد ورا الثاني علشان تتحركون. ما تتكلم يا ابو فهد، شبلاك ساكت؟ ترى هالمصايب ما استوت الا يوم بعت البيت على ابو شاب. انت شيالس تخربط، شيالس تقول؟ ايش دخل بيعة البيت في جتلة سالم؟ ايش دخلهم؟ شو الكلام اللي تقولها؟ هذه المصايب ما استوت الا يوم انكسر ابو صقر. ولا لو ابو صقر بعزه كفو نسمع عن هالمشاكل؟ هي بس يا ابو خيت، ابو صقر بعد بعزه ما انكسر. وافقتك، ايش تقول انت؟ شو بعد بعزه وما انكسر؟ الريال راغوه من بيته، اسرقه وبيزاته من تحت الموسده، وتقول بعد بعزه؟ اول الحراميه يخافون يطوفون قدام بيت ابو صقر، هالمره يدشون بيته ويسرقونه؟ اكيد اكيد هذيله وراهم عد. منو هالحد اللي وراهم؟ انت تعرفه. شوف عاد، انتوا الظاهر ما تبوني اجلس وياكم هنا. لا تجلسون تكلمون علي وتعاتبوني وتحاسبوني على بيعة البيت. ما حد حاسبك يا ابو فهد، هذا من حقك، من حقك شرعا، لكن المفروض والواجب انك تشاورنا. يا ريال نحن ماكلين وياك وشاربين. اكيد اكيد بتقولون لي لا تبيع وانا ريال محتاج حق البيزات. وافقتك انت، حسبالك قصيت على ابو شهاب
في بيعة بيت بو صقر يكون في علمك ان بو شهاب هو الربحان والكلب اللي دفرني في الحفرة. لا تخلون بو شهاب علاقة نعلق فيها اخطانة، خلونا مرة واحدة نعترف ان احنا ما نقدر نحمي انفسنا من هالمجرمين هذيلا. زين كلكم عرفتوا منو الحرامي ومنو السارق ومنو المجرم، ما تقولين لي شو بتسوون؟ بنزخهم وبموديهم عند الشيخ. ما هذا شي يقول انتوا لا بتزخونهم ولا بتخبرون الشيخ عليهم، بتجلسون رمسه وبس وبتشوفون ابو شهاب شو يسوي بكم. يا ابو بخيت يا ابو بخيت، ابو شهاب واحد من اهل الفريج، عيب علينا نتهمه وما عندنا دليل. شفتوا قام يدافع عنه وفقدت لان استوى واحد من ربعه. انت تراك ما حد ياخذ بكلامك، شيبه ومخرف، لازم الجماعه هذيل يتحركون بشكل صحيح، ما على رمسه تنقال. ابو فهد ما اسمح لك تغلط على ابويا. صبر صبر يا بخيت، بلاك الله يهداك. يا ابو فهد الله يهداك، تراك انت تشوف اللي يسويه ابو شهاب في ابو صقر. بس يا جماعه الخير، لا هو الحرامي ولا هو الملثم ولا هو المعترض. يا جماعه الخير، نحن لازم نوقف مع ابو صقر وما نخليه بروحه. هي نعم، هذا مهما كان هو كبيرنا وهو اللي يتصرف. يا ابو فهد اذا تبغى تكون واحد منه لازم توقف ويانا مو ضدنا. الحين يوم اقول كلمه الحق اكون ضدكم؟ اذا هذا تفكيركم شوفوا، لا المعترض ولا الملثم بياذونكم، انتم اللي بتاذون عماركم ورخصتكم. شفتوا يوم اقولكم استوى فقدت واحد من ربعه ما صدقتوا. خلونا من السالفه هاي الحين، خلونا في المعترض وجماعته، احنا لازم ندور عليهم ونزخهم، ولا لا امن ولا امان في الفريج. زين احنا ليش ما نبلغ عنهم الشيخ ونخلي مطير زيته هم اللي يزخونهم؟ ايش حقه يا ابو احمد، حريم ولا مو بريايل نقدر ندافع لعمارنا؟ هذول لازم احنا اللي نزخهم واحنا اللي نبلغ عنهم. هي بس وين بتجيب المعترض الحين؟ بندور عليهم وين ما يكونون، بندور عليهم حتى لو في الخرايب. نوخذاي الملثم صار صوب الخرابة، ايه؟ وهذا الفريق شافوه ولحقوه، ايه؟ وعلى ما ظن الحين انهم زخوه. اسمع، ايه؟ ما يرمون عليه الحين، بيجيكم يلهد. بيجينا يلهد مش حق جينا هنا؟ حنا وش علينا من الملثم عوهر راسه؟ انا عندي خبر اليوم برد عفوادك. قول اشوف. المحمل يا نوخذه على السيف. نعم المحمل عسيف عسيف. يا سلام عليك والله، يا سلام. وزيدك من الشعر بيت. ابو فهد بيجيك اليوم وبيتغدى عندك. هذه الاخبار الحلوه، هذه الاخبار اللي تفرح القلب. اي والله. بس بلاك شو عن ال ايه ما عليك منهم، يتغدون بروحهم. الا باك الحين تسوي لنا هاك الغدا السنة. اي نعم فعلك طيب. يلا توكل. انزين انزين، مين؟ انا نورة. شلونش خالتي ام احمد؟ الحمد لله بخير وعافية. ضبية وين؟ ضبية راقدة للحين، سيري وعيها. خالتي طلبتك تامرين يا بنتي. ابغي اوعي ضبية ونروح بيت المطوعة. انتو سالفتكم بيت المطوعة هالايام؟ تطمن عليها. زين سيروا بس لا تتأخروا. ان شاء الله. بس يا ابو احمد بس تعبنا. اقول يا ابو بخيت، الحين انت تروم على المعترض وهالاسم الملثم؟ سمعت هذا عمل ويطلع هذا الاسم الملغمص هذا؟ كان بدفن الدفان في الرمل هنا. انت شو تغيب؟ ابو بخيت البخوتي صنديد حديد. الدوك ترى نحن مسويين عمرنا ابطال على البابيش، طالع بخيت شقرافق صدره كان عنتر بالشداد. اكيد حد سرقها. شي يسرقون فيها مسعود؟ شي يسرقون فيها؟ فيها لولوم ورجان، شو فيها؟ هي بانوش بس. انزين الحين وين تبغانا نسير؟ شي نسير خلاص مسعود، ووصلنا بيتنا يعني نسير على طول نرقد.
شو نصير على طول نرقد؟ انت تجب ما بحار مثلي انا ما تشوفني حار؟ هالصدق ما حد سارقنا غير عبيد راعي الليخ، ولا اكيد وداها البحر وهداها خلاها تسمر. زين شو نسوي بعد؟ نرد ندور مره ثانيه؟ ايه علشان نشتغل ويمشي على زندنا التيس. اي شغل يا مسعود، اي شغل. وين خش البطل هذاك اللي دفنته؟ يا ربي انت شقالت هنالك الدنيا والكبار الضحين تشرب. خلنا نسير ندور اللنش مالنا العود بودقل. بعد سويت بودقل؟ هذا بانوش خربان. مسعود ها شوف 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 هناك بطل عينك. اي وحدة؟ اي عين؟ اي وحدة بطل بسرعة. ها تشوف هناك هذه شاشة، خلنا نسير ناخذها وندش البحر. بعد مني بلولو؟ يلا يلا نسير. هاي شاشة عبيد. هاي شاشة بني آدميين. زين صح مسعود، شاشة بني آدمين، بس أنا متأكد هذه شاشة عبيد، ومثل ما أخذ البانوش ماله ناخذ شاشته وندش فيها البحر. شو عبيد ما بني آدمي مني؟ هو بني آدمي، بس أنا متأكد هذه شاشته. وأنت شو دراك إنها هاي مال عبيد؟ مسعود انت يعني لو طلعت هذه شاشة عبيد بتاخذها ولا ما بتاخذها؟ انا باخذها، لان عبيد تدري عبيد حرامي، لانه سرق الشاشات والشاشات كلها نفس البعض تتشابه. خلاص زين خلاص عيل، قول انت في نيتك خلها صافية وهذه نقول شاشة عبيد وناخذها. انا متربي على صافي النية، بنصير بناخذها بنصير البحر في الليل بنرجعها. أقول مسعود. ها مسعود. ها يا أخي خلينا نصير ندور بطل ونشرب. يا ربي ردينا على طير يلي. أوه الحين أنت يا الخال لو حصلت بطل ما بتخبقها من تحت وتلقى كله؟ اسمعني عاد سعيد، الخال ولي والعم خلي، بتصير وياي ولا ما بتصير؟ يعني كل كذي تقول لي ربيعك اصير وياك، اجلس وياك، اكل اشرب وياك، اصير التقع في البحر عشان اغرق واموت وياك، كله وياك 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 وياك، صرخ علي كله وياك. بس انزل بس انزل، خاطري انكسر عليك. على سعود خلصي نشرب. ما بصير نشرب، نصير وياك البحر. يلا تعال يا مسعود. اكيد شاشتنا هاي مالنا اللي يسمونه البانوش. انا اصلا شافيته من ساعه، بس قلت يمكن نصير نشرب احسن. ايه والله البانوشنا. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالك طوعة؟ الحمد لله. تفضلوا يا بنات حياكم، تفضلوا. شو مسوي في عمرك انت؟ ما تذكر هالثوب اللي لبسته لك في ليلة العرس؟ يا شين السرج على البقر، انت ايش لك بهالسوالف؟ الله يهداك، انت كبرتي ليكون كبرتي ودبرتي. بو بدر شو جاينك علي؟ دوم تكسر بخاطري وتزعلني، خاطري اجلس واسولف وياك مثل قبل، اضحك لك وتضحك لي. انا بطلع شوي. وين السير؟ إجلس ونسولف شوية. مرة ثانية إن شاء الله، مرة ثانية عندي شغل الحين. يا رب إيش أسوي له؟
نكرتك، انا قلت اكيد بترجع لي. شو اسوي؟ ما لقيت لي مكان اندس فيه. اهل الفريج يدورون علي وعليك في الخرايب. ما علي، كان بتيلي سنة برايك، بس تسمع الكلام ما بصير التصرف على هواك. يبغي عارف من انا جيو انت حق شو؟ ما تبغى خبره؟ ابى اعرف انت ليش داس ويهك ليكون مبريال. معترض؟ انا الغلط. اسمعني بقول لك، الريال ازقرت اذا سوى شيء ما يدس ويهه. اسمع، ترى بشاب بيونا ضيوف ما يبغي احد يشوفنا عنده، فهمت؟ ما ادري شو اخباره. منو؟ ها؟ ابو صقر عقب ما انسرق ما قام يبين. ابو صقر ولا ظبيه؟ وين سايره؟ بشرب ماي. نورة ايش حالك؟ خير الله يسلمك، انت ايش حالك؟ الحمد لله. صقر ايش حاله؟ بخير الحين احسن. امي اخذ هذا غدا عنك وصقر. إن شاء الله. تمرين شيء ثاني بعد؟ أبيك ترجع بسرعة علشان أنت بغداك أنت وصلت. إن شاء الله أمي. يلا توكل على الله. يا بنات لا تروحون، يا بنات خليكم قاعدين بنجيب لكم الغداء. أبو فهد رضيت؟ قلت لك لا تستعيل، رزقك بيوصلك. أنا عمري ما أخلفت بوعدي. رايتك بيضة يا أبو شهاب. أقول وصلك الخبر أن محملي على السيف؟ بالمبارك. وأنا بعد تاني عند وعدي، ها بدش وياك أنت الغوص. دش وياي؟ لا 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 لا، ما بنت اللي دش وياي. ها ليش؟ أهل الفريج هم اللي بيدشون وياك يا أبو فهد. شو؟ بارزك نوخذة في محملي، نوخذة. أنا؟ نعم أنت. أنا إذا دخلت البحر يا أبو فهد ما حد بيدخل وياي مثل ما أنت عارف، لكن يوم بتدخل أنت الكل بيدخل وياك. صدق إن المحمل محملي، لكن أنت كأنك شريته مني. أهل الفريج كلهم بيدخلون وياك يوم بيعرفون هالشي، وخاصة أن الحين بصقر خلاص طاح. وعقب ما تردون من السفر إن شاء الله بالسلامة، المقسوم بنتقاسمه بيني وبينك بالنص عقب ما نعطي اليزوة جسمتهم. ها شو قلت؟ بس أنا أقول لك شو قلت. موافق. إيه هات كذا أباك مفتاح بارك حق نوخذانا. مبروك يا عمي وفهد مبروك. مبروك. سموحة يا سيف، ياي انا اتسامح منك وابغيك تسامحني عن كل الغلط اللي سويته وياك. شو استوابك يا مبروك؟ شو اللي خلاك في الحالة؟ شو اللي غيرك كذا؟ الاستوابي والله العظيم ما استوى لاي بني ادم في هالدنيا. تعال تعال ادخل وقول لي كل السالفة. حياك حياك حياك. درب درب. ابو بخيت خير؟ أشوفك عقب الطيحة تعذبت. وفقتك. إيش تعذبت؟ شي قالوا لك أول خبلة. لا والله الأول تخور وتنشب. بس الحمد لله الحين ما أخور، بس يا ليتني ما أنشب. عمي يعني أنت غير
هم غرب؟ لم خرف أبوك يا الله. ليش تتكلم عن أبوي؟ أبوي ترى مات. مات الله يرحمه. بعدين أنا ما حد قال لي. ما حد قال لك أبوي أنا سبع؟ أبوي يوم شار ذيك السنة ودانه يا البحر. قوي أبوي. أي سنة؟ ذيك السنة يا أبوي على خف الحوت ودخل داخل بطنه وطلع العنبر العودة بيا ريحة وعقبها طلع أبوي وما في شيء. إيه أبوك طلع وما في شيء بس الحوت واعلي. عقب ما طلع أبوك اتسمم مات الحوت. تحمل على عمرك يا بروك، ترى الملثم يحوم في الفريج، ونعرف انك شردت ورديت الفريج يمكن اعفد عليك في اي وقت. بعدين تعال، انت ما عرفت منو هو وشو سالفته؟ لا تزعل مني، لا تزعل مني يا ولدي يا خشخاش، تراني انا طول هالمدة امزح وياك. ايه عمي انت تمزح وياي بس انا ما كذبت، ترى صدق الكلام حوت. شريحة الطيب اللي حطنها يا خشخاش. يا عمي هذه ريحة العنبرة اللي هو يطلعها في بطن التمساح. لا بطن الحوت. يا بي أبوك دخل داخل بطن الحوت وسواله دكان، قام يترس عنبر ويفر عليك. عمي انت جسمك صعب بغير. عمي احنا نسوي بعد خلطات حلوة. خلطات حلوة؟ ها عرفت ابوك خالط العنبر باللي في كرشة الحوت. عمي انت تطنش علينا. سلام عليكم يا الربع. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة الخير تراني شريت محمل بوشهاب، ورا باكر ان شاء الله بدش الغوص، وانا النوخذه. انت النوخذه؟ اي نعم، محملي محملكم يا جماعه الخير، ويرحب بكم في اي وقت. شبلاك يا صقر؟ سلامتك. زعلان؟ زعلان لأن ما قدرنا على الملثم والمعترض؟ أبد. عيل ولد عمك في حيرة وما بعرف شي يسوي. صقر قل لي اللي في خاطرك وبترتاح. ما أدري شو أقول لك يا سيف، طحت طيحة مو بقادر أنش منها، ولا أنا اللي يتحمل الطيحة هذه. عقلي يقول لي شيء وقلبي يقول لي شيء ثاني. صرت بين نارين، نار عقلي ونار قلبي. قل لي يا ولد عمي، طلع اللي في قلبك يمكن أقدر أساعدك. شو رأيك نصير حق أبو سالم؟ أنا في خاطري أشوف بصقر. بصقر نحن نبغى نشوفه، لكن هو ما يبغى حد يشوفه. ما يبغى حد يشوفه لأنه في هالحالة. زين ولين متى؟ لين متى بيتم على هالحالة هذه؟ إلا أقول به أحمد. خير. أنت شو رأيك في كلام أبو فهد؟ والله ريال يعني كلام عدل، يبغي مصلحة الفريج. أسمي أنتو طماطم، أنتو بسهولة ينقص عليكم. الله يهداك، أنت دومك سبق سوء النية. أنا ما شفت قدامي واقف أبو فهد. أنا اللي شفته واقف قدامي بوشهاب بغترته وعقاله جن أبو فهد. وهذا يزاه المسكين يبغينا ندش الغوص بدل أن تم بطالية من دون فائدة. فائدة؟ منو بنت بعت هذه فائدة؟ دوك قالوا لي لا ترمس وياك. فقدتك. قل لي يا سيف شو أسوي؟ صقر أنت ليش تشجع بدر أن يتقرب من نوره؟ ما كانت في بالي
وبعدين هو متعلق فيها قبلي. والله سالفتك سالفة، الله يعينك. المصيبة أنها تبغيني وأنا أبغيها، وشوفها متعذبة قدامي وما قادر أقول لها شيء. اللي سويته هو الصح يا صقر، لا تبيع صاحبك، ترى إذا أخذتها أنا بتطلع نذل في عيونه. سأقول لي شو أسوي؟ شجع بدر أنه يأخذ نوره. وأنا نوره مردها بتنساك، وانت بعد بتنساها. وسويت هالشي يا صقر، فهالشي يسمونه النخوة والشهامة، انك تضحي بشي تحبه لرفيجك ولا صاحبك. بعدين تعال يا صقر، ان وصلت السماء ولا نزلت الارض، وسويت وما سويت وتجدمت لنوره، ابوها بيوافق؟ نورة لك يا بدر، وخلي الجروح تزيد بداخلي. أنا مالي وجه أشوف الناس، ولا أبغي أطيح من عينهم ولا أضعف قدامهم. تقدر تسوي كل شيء يا أبو صقر، بس اطلع من بيتك وجابل الناس. هالأيام كل شيء بفلوس، ومن غير الفلوس ما تقدر تسوي شيء. أنت ترضى؟ ترضى يا أبو صقر أن أبو فهد وفقت من أبو فهد يصير نأخذه على هالفريج؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا، وبيدش البحر، واللي يبى من أهل الفريج يدش وياه المحمل يرحب. الله يرزقهم. وزين يوم إنه زقر الجماعة من متى وهم يتريون الدشة، وأنا خيب ظنهم. وتقولون لي تقدر تسوي شيء؟ يبا هذا زمن بوشهاب وبو فهد، مو بزماني أنا. سعيد سعيد، قم لا سعيد، قم بس قرقاد. شو بلد مسعود، حرام عليك، كنت راقد يالس أحلم. شو حلمت؟ كنت أحلم يالس فوق القمر وفر خيطي يمين في البحر وصيد. شو صادد؟ أصيد هوش ودبش. في البحر عندنا هوش ودبش؟ إيه مسعود، ترى كل الحيوانات اللي في البر موجودة في البحر. بلاك يا أخي أنا عطشان. زين كيف تسألني اشرب هذول البحر ماي؟ ماي؟ مالح. شبلك مالح؟ مالح يبغي شكر، اشرب منه يمكن حلو. عطشان يا اخي، اذيتني تراك. عطشان عطشان عطشان. لا تسوي في عمرك كذا، انا من الاول قلت لك انسيه خلاص، ولا تعذبين عمرك. كل الحب اللي أحبه إياه وأخو محاص. أنا قلت لك بس أنت الله يهديك ما تسمعين الشور. أحبه يا عبيدة، أحبه مو بقادر أنساه. عقب كل اللي سواه فيك قلبي يا عبيدة، أحبه يعني أنا أبقي أذل عمري. خلاص دوسي على قلبك ونسي. أنت ألف من تمناك، أنت مو بأي وحدة، أنت بنت النوخذة أبو شهاب. أدري أدري إن بدر يحبني، وأبوي يبغى يتزوجني، لكن أنا ما في غير صقر. بس شو أسوي بصقر اللي مو حاس فيني؟ بسألك سؤال، شد مرة صقر قالك إنه يحبك؟ ولا ضحك في وجهك؟ ولا وله عليك؟ ولا شيء من كل هذا، بس قلبي يقول لي إنه يحبني. انت ما حد مبهدل انك الا قلبك يقول لك شيء، وانت تمشين وراه وانت مقمضه. يا بنتي ما يصير كذا، اللي ما يباك لا صحت باه. يا ليت اقدر، بنا اشوفه ما ادري شو يصيبني، لساني يربط، ما ابغى شيء غير اني اشوفه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا
يا بنتي انتي غرقانة ولا حصوبك، تبين اشتر له مرة ثانية؟ لا يا عبيدة، ما بي انزل نفسي اكثر من جد، اخاف يقول كلمة يجرحني، خليني كذي احسن. كذبت تمين بقهرك وهو لا مفكر فيك ولا داري عنك، يا ابوي اتركيه وخليه يولي عنك ودوري على واحد غيره. ايش بلا بدر ولد خلفان، شاب ولد تاجر ويحبك ويحب التراب اللي تمشين عليه، وبكذا تفتكي من ابوه لانه ما يرضى على ولده. ادري انه بدر يحب، بس شو اسوي بقلبي بعد ردينا على القلب؟ حتى لو صقر يحبك وياو خطبك من ابوك، تظنين ان ابوك بيوافق عليه وهو ولد ابو صقر؟ انا ما ادري شو اسوي، احس جاجي تقطع في قلبي، انا تعبانه وما ادري شو اسوي.